الخير على كل حبايبنا وكل مشاهدينا في كل مكان وكل بيت. اهلا وسهلا بكم في برنامج الواقع، برنامجنا المستمر اللي دايما بيناقش جميع المشاكل اللي بتأثر على مجتمعنا. وزي ما اتكلمنا عن الحلقه اللي فاتت اللي كانت عن تأثير السوشيال ميديا على حياتنا، وازاي السوشيال ميديا قادره تسيطر على حياتنا وتفكيرنا وميولنا واتجاهاتنا، ازاي قادره تخرب بيت بين زوج وزوجه، ازاي قادره تهد بيت كامل واسره كامله مكونه من اب وام واولاد. اتكلمنا عن كل ده كده بشيء من التفصيل، واللي ما شافش الحلقه يقدر يشوفها بكل سهوله من على اليوتيوب برنامج الواقع تقديم اماني طلعت. موضوعنا النهارده بقى هيكون عن التنمر. التنمر دلوقتي بين من اكبر القضايا والمشاكل اللي بتناقشها المجتمع، وللاسف مش مجتمعنا احنا بس، العالم كله بيناقش قضية التنمر، وأكتر فئة بتتعرض للتنمر بشكل كبير هي الأطفال. عشان كده لازم كل أب وكل أم يعرفوا يعني إيه تنمر، ويعرفوا إن التنمر ده ممكن يأثر على نفسية الطفل طول حياته. واللي ما يعرفش يعني إيه تنمر هحكي لكم كده كم موقف تعرفوا من خلاله يعني إيه تنمر، والمواقف دي حصلت بجد. كان في طفل بيصلي في المسجد مع أصحابه، وهو بيقرأ سورة الفاتحة اتلخبط فيها وصحابه سمعوه وقعدوا يتريقوا عليه ويضحكوا عليه. نفسية الطفل دي تعبت جدا وتأثرت بيها جدا، وقعد أكتر من 30 سنة نفسيته متدمرة بسبب الموقف الصغير اللي حصل ده. ومش بس كده، ده رفض فكرة إنه هو ممكن يصلي جماعة مع حد، أصل ممكن حد يسمعه وهو بيقرأ سورة غلط فالناس تضحك عليه. لما كبر وبقي شاب كبير بيخاف يعرض نفسه للناس والناس تشوفه، احسن يقول كلام غلط او يتلخبط فالناس تضحك عليه فيفكروا بالموقف بتاع زمان. يبقى الطفل ده اتعرض للتنمر. في كمان بنت كانت بتقضي يومها الدراسي عادي، وكانت قاعده في الفصل وقدامها مدرس اللغه الانجليزيه بيشرح الدرس، وقام وقومها سؤال، والبنت جاوبت بكل تلقائيه، بس وهي بتتكلم كده نطقت كلمه انجليش بطريقه غلط. المدرس ضحك عليها وضحك الفصل كله عليها. البنت دي نفسيتها اتأثرت وتعبت جدا، لدرجة ان كانت عقدتها كلها في المادة هي بسبب الموقف ده. البنت دي كده تعرضت للتنمر، وغيره وغيره من المواقف. التنمر الحقيقة بيمر علينا كلنا. انت نفسك اكيد جه عليك وقت حد طارق على شكلك وجسمك وشعرك، على كل حاجة انت ملكش دخل انك تغيرها، علشان المفروض دي خلقة ربنا. جماعة التنمر بيوصل للإنسان مش إنه يتعقد نفسيا أو يتدمر، بيوصل للإنسان إنه ينتحر. في دراسات أثبتت إن 60% من الانتحار كان سببها التنمر والكلام المؤذي. التنمر ممكن يوصل لبني آدم إنه يتعقد، وإن يفضل في عقدة نفسية وفي جواه حاجة مضايقاه بسبب كلمة قالت له أو بسبب موقف حصل له تحت مسمى احنا بنهزر معاك. بس الحقيقة ان في ناس بتعرف تخرج عادي، بتعرف تاخد الكلام المؤذي ده تحدي، وان انا لا مش كده. بس بجد في ناس ما بتعرفش تعمل كده، بتفضل نفسيتها متدمرة طول حياتها. دلوقتي بقى احنا عايزين نتكلم ان ازاي التنمر بيأثر على نفسيتنا. وانا مثلا قاعد وسط صحابي او قاعد وسط عيلتي اعرف ان الناس دي امتى بتتنمر عليا ولا بتهزر معايا. وكمان عايزين نعرف ان التنمر مش لمجرد كلام جارح، التنمر ليه انواع كتيرة جدا. وعايزين نعرف ان هل الاباء والامهات والمدرسين ممكن يكونوا فعلا هم اصلا المتنمرين؟ هنعرف كل ده ولكن بعد الفاصل، ابقوا معنا. ورجعنا لكم بعد الفاصل بموضوعنا المستمر عن التنمر. الحقيقة ان التنمر انا ليا مصطلح، من وجهة نظري ان ليا مصطلح غير ده. انا بالنسبة لي التنمر ده يعني اعتداء، لمجرد ان شخص يقول لشخص غيره كلام جارح ومؤذي ويتريق على حاجة هو مش بايده انه يغيرها، يبقى اذا كده هو بيعتدي عليه. والحقيقة ان التنمر مش لمجرد كلام جارح وبس، التنمر ليه انواع كتيرة جدا. اول نوع المتعارف عليه التنمر اللفظي. التنمر اللفظي ده ان انا اقول لك كلمة جارحة ليك، او اقول اتريق على شكلك، او اقول لك كلام مؤذي، تنمر لفظي. عندي تنمر تاني، نوع تاني من التنمر هو اسمه التنمر النفسي. التنمر النفسي ده بيكون مجرد ان انا مثلا قاعد وسط عيلتي او صحابي وعايز اقول وجهة نظري، فالناس بتبتدي تتجاهلني او ما تردش عليا او تتفه من كلامي، ده كده اسمه تنمر نفسي.
النوع الثالث هو اسمه التنمر الجسدي. التنمر الجسدي ده هو عبارة ان انا مثلا الاب او الام بيجي يزق اولادهم وسط الناس، فالناس بتبتدي تتفرج عليهم فهو بيتحرج. ده كده الطفل ده اتعرض للتنمر الجسدي. دي نقطة. النقطة التانية اللي احنا عايزين نتكلم عنها، وهي هو فعلا هل الاباء والامهات ممكن يكونوا هم المتنمرين؟ للأسف اه، الاباء والامهات احيانا بيكونوا هم المتنمرين من غير ما يحسوا. يعني مثلا زي ما لما الاب بيقول لابنه بقابلني لو نفعت، الطفل من هو صغير عمال يقول بابا قال لي من هو صغير ان انا فاشل ومش هنفع، يبقى فعلا كلام بابا صح، عشان شايف ان الاب ده قدوه وما بيغلطش في الكلام بتاعه، فيقعد طول ما هو بيكبر عمال يقول انا فاشل انا فاشل انا فاشل، والطفل يبتدي لغايه ما يبقى شاب كبير بيقتنع ان هو فعلا فاشل. وزي ما الام كده بتقول لبنتها ابقي تعالي قابليني لو نجحتي، فالبنت بتقتنع ان فعلا هي ممكن ما تنجحش وممكن تفضل تفشل طول حياتها. فخلي بالكم وخلي بالكم من كلامكم على اولادكم، لان انتوا ممكن تكونوا المتنمرين من غير ما تحسوا. النقطه الثالثه ودي اهم نقطه حابه اتكلم فيها، وهي هو انا اعرف منين ان الناس دي بتهزر معايا ولا بتتنمر عليا؟ من خلال شروط معينه. اول شرط وهو التكرار. لو لقيت حد عمال يكرر لك في عيب فيك ان انت قد ايه قصير او قد ايه تخين، كل شويه يكرر لك كل شويه يكرر لك، يبقى اعرف ان ده بيتنمر عليك ما بيهزرش معاك. تاني شرط وهو عدم التوازن. عدم التوازن سواء التوازن ده نفسي او جسدي. يعني ايه؟ يعني مثلا لو في طفل في تاني اعدادي اتريق على طفل في تالته ابتدائي، فالطفل اللي في تالتة ابتدائي ده هو شايف ان انا مش هعرف هاخد حقي منه، انا شايف جسمي كبير وحد كبير عليا فانا مش هعرف هاخد حقي منه لان ده حد كبير. ده اسمه عدم التوازن الجسدي. طب ايه هو عدم التوازن النفسي؟ عدم التوازن النفسي مثلا اتنين صحاب، واحد عنده علاقات مع ناس وناس كلها بتحبه واجتماعي وبيعرف ده وبيعرف ده وبيعرف ده، التاني انطوائي شوية ما بيعرفش يعمل علاقات كتيرة زي زميله. جه في يوم اتخانقوا مع بعض، الولد اللي هو ما عندوش ثقه بنفسه ده واللي هو شايف ان هو انطوائي شويه، هو شايف ان انا مش هعرف اخد حقي منه علشان خاطر هو ده ان كل الناس بتحبه وعامل علاقات فكل الناس هتقف جنبه ومش هيقفوا جنبي عشان انا ما فيش حد يعرفني. ده كده اسمه عدم التوازن النفسي. واعرف لو حسيت بالاحساس ده يبقى انت كده تعرضت للتنمر. اخر شرط والشرط ده الحقيقه في ناس كتير ما بتاخدش بالها منه، زي مثلا انت بتبقى قاعد وسط تجمع وحد اتريق عليك، وبعد ما اتريق عليك انت التريقه ضحكتك وضحكت الناس وانت ضحكت وبسطت، بس انت حاسس من جواك ان انا اتخنقت، لا انا متضايق. ده اعرف ده ان ده تنمر مش هزار. ما دام وصل لك الاحساس ده يبقى ده تنمر مش هزار. اخر نقطه عايزين نتكلم فيها وهو ان التنمر ليه علاج. يعني مثلا لو عرفت ان بنتي او ابني تعرضوا للتنمر اعمل ايه؟ قبل ما اجاوب على السؤال ده انا عايزه اقول حاجه. اولادكم واخدين حقوقهم في البيت؟ يعني ايه؟ يعني لما بيجي يلقوا وجهه نظرهم او يجي يتكلموا بتسمعوهم ولا بتقول بس عشان انت كلامك تافه، بس عشان انا مش طايقه نفسي وابعد وفي شخط وزعيق طول اليوم؟ صدقوني لو اولادكم واخدين الثقه في نفسهم وهم في بيتهم، اتعودتوهم ان انت كلمتك مسموعه ووجهه نظر مسموعه وفي مناقشه في البيت، في حد بيعترض وفي حد بيوافق، صدقوني هيقفوا على رجليهم بره وهم بيدافعوا على نفسيهم. لكن لو هم مش واخدين الثقه في نفسيهم هيبقوا مصيده للناس المؤذيين اللي بره. وبكده أتمنى تكونوا استفدتوا من حلقتنا النهاردة، وبكده تكون انتهت حلقتنا. كانت معاكم أماني طلعت من برنامج الواقع، انتظرونا في كل جديد.